بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله، مساكم الله بكل خير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنا عندنا توثيق إن شاء الله لأحد المستغفرين الذين لزموا الاستغفار 30,000 استغفار في اليوم، فما شاء الله تبارك الله تخرج من جامعة الاستغفار فأمطر الله السماء له وجاء له بالرزق، والرجل قد حلف أقسم يمين على ذلك أن هذا كل شيء قد حصل له، وأن الحمد لله رب العالمين سأوثق هذا الأمر. ونتتبع من تاريخ من بداية تاريخ الكلام والمراسلات، فاقرأوا بتمعن رويدا رويدا. هي 28 تشرين الثاني الساعة 10 صباحا هو يرسل لي رسالة. نستمر. هنا فكرت ان بدي ازيح الاشي عندي هنا. انا بدي انا ممكن انكم تصوروا شاشات يا عمي او تقرأوا على مهلكم، لانه هذا يعني ما في عندي انا استوديو. ممكن انا اقرأ، تعرف شو بدي اقرأ، انا احاول اني اقرأ. عمي أبو أحمد، أنا متابعك من مصر وكثير استفدت من فيديوهاتك حضرتك، لأنك مختلف كثير وكلامك يدخل القلب. استمر وفقك الله. وأنا أخذت ورد 30,000 استغفار، والخيرات تتوالى والبشريات من المولى عز وجل. ربنا يجعل كل داء في ميزان حضرتك، وأتمنى تقبل طلب الصداقة. ويطلب طلب صداقة عندي في الله في الفيسبوك. طيب، رسالي 28 تشرين الثاني الساعة 8 مساء. أنا بالأمس أنهيت 54,000 مرة، واليوم كانت السماء ملبدة بالغيوم ويقيني في الله إنها ستمطر. كبر الصورة هنا، 54,350 استغفار، 54,350 استغفار. هذا اليوم اللي وراه عذرا انا اصور من موبايل وموبايل، فيعني تحملونا. هذا 49,444 استغفار. نعم، هو بيقول هنا وهذا ورد اليوم ولازلت مستمر وفيه وهكمل اكثر من كده باذن الله تعالى. حبيت ابشرك وادعي لك بالثبات، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. وبالطبع لا استطيع ان اصف لك عن الهمه العاليه التي تاتي مع الاستغفار والهدوء والخشوع في الصلاه والقوه لقيام الليل وصلاه الفجر، كله بفضل الله علينا، الحمد لله رب العالمين. انا بقول هنسا وهذا مصداقا لقول الله تعالى وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ربنا يزيدنا من فضله. طيب أنا هنا طبعا هاي الرسالة اللي بالأزرق، رسالتي ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله أن يفتح عنك كل المغاليق، وأن يرزقك رزقا يدهشك، وأن يعلي قدرك ومقامك، ثبتك الله وفتح عليك أبواب الخير. اللهم أمين. طيب انتوا انتبهوا للتاريخ وللساعات كمان، يعني للرسائل. السلام عليكم عمي ابو احمد، كيف حالك؟ حبيت ابشرك انه بعد اسبوعين من الاستغفار، امطر الله السماء. شعور جميل جدا ان تشعر بشعور قرب الله منك واستجابته لك، وانه غفر لك واعطاك فرصة اخرى لتحسن من نفسك ولا تبقى كما انت مسرف على نفسك. سبحان الله، ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك واجعل هذا في ميزان حسناتك. طبعا أنا هنا أجيب. ما شاء الله، فرحك الله فرحة تملأ قلبك وتسعدك سعادة ما بعدها سعادة، وأعطاك كل الذي تتمنى. هذا كلامي طبعا. هنا هو يرد أنا وإياك، هنا بكتب وحابب أكمل لك القصة.
إن النهاردة بعد المطر جاني فلوس وأشياء ما كنت أتخيلها، كله بفضل الله، مستمرين بإذن الله. طبعا هنا ما شاء الله فرحتني، والله الله يرضى، هاي يرضى عليك أخي ويبارك فيك ويزيدك من فضله. طبعا استدفتح الرسالة أنا عشان تسمع كل شيء. أنا بطلب منه هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أحمد، بارك الله فيك، الله يبارك لك إن شاء الله بقضاء حاجتك إن شاء الله، يعني الأمور تتحلحلح إن شاء الله، المطر والمال، بارك الله فيك، الله يوفقك أخي أحمد. لو سمحت إنك تكتب لي رسالة وحدي بهذا، إنك أنت بدأت تستغفر، متى بدأت تستغفر، كم كنت تستغفر، وأن المطر قد جاء وأن الرزق قد جاء، فأحب أن أنشر هذا للناس، بلك إن شاء الله إنه جد من عزيمتهم. فالله يجزيك الخير ويبارك فيك، وإن شاء الله يحفظك وزد وبارك إن شاء الله، الله يبارك لك. طبعا لسه احنا نستمر إن شاء الله. عينية يا عمي، يا عمي عمو أحمد، أبو أحمد يعني، حوثق لحضرتك تاريخ والمطر بالفيديو لعل الله ينفع بنا. يبثق، طيب هنا ما كتبت يعني في غلط بالإملاء، بارك الله فيك وأسعدك. طيب هنا يبدأ الرسالة من أول بجديد، يقول: أنا كنت بدأت ورد الاستغفار 30,000 مرة من حوالي أسبوعين، من يوم 20/11/2022، واستمريت على الاستغفار ليل ونهار، وبعدين بالأمس يوم 5/12/2022 أكثرت جدا 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 من الاستغفار، وجلست خلوة طويلة وصليت ركعتين توبة لله، لأننا مفرطون على أنفسنا بالذنوب، وبكيت لله وتضرعت ليغفر لي. وإذا بصباح يوم 6/12/2022 السماء أمطرت مطرا غزيرا، فتفائلت جدا جدا ونزلت مقبلا على الحياة أمشي تحت مطر الاستغفار الذي هو رسالة من الله عز وجل. ثم أتاني مبلغ من أحد أصدقائي لم يخطر لي ببال، وثم جاء لي موضوع أسعى به وإن شاء الله نهايته مال بإذن الله، هاي موضوعين. وبعدين أنا لا أستطيع القيام بالليل إلا بعون الله عن طريق الاستغفار، وأقوم نشيط جدا ما شاء الله، فالحمد لله الذي هدانا للاستغفار وجعلك سببا لإرشادنا عمو أبو أحمد. هنا يوثق هو مطر، هذا مطر الاستغفار اليوم صباحا. الشمس مرة أخرى، ومؤشرات الطقس لم يكن فيها مطرا أصلا، وهذا دليل إن هذا مطر الاستغفار، ولله الحمد والمنة. تذكرون يا إخوتي أخي الجزائري، الشخص الرجل الجزائري الذي قال شرعت في الاستغفار 4 أيام 30,000 مرة وأنا أراقب، يعني أراد أن يرى هل الاستغفار هذا يعني عن جد 30,000 سيمطر السماء، وهو يعيش، هو جزائري يعيش في نيويورك. وقال هنا الراصد، يعني هذا الأخ الثاني قال الراصد في نيويورك، يعني يعطي بالثانية، يعني ما فيش شك ولا مجال للشك إنه يكون في يعني غلط.
قال وإذا باليوم يعني الخامس وإذا السماء سبحان الله أمطرت، يعني أمطرت مطر غزير دون أن يكون هناك تنبيه من الرصد الجوي في نيويورك. وقل لي يعني الإشي دقيق جدا جدا حتى أنهم يعطوا على الثانية. فسبحان الله هنا هذا الأخ المصري أخونا أحمد بيقول وللعلم حتى لا يشك أحدا أن هذا مطر الاستغفار، إن السماء أمطرت مطرا غزيرا ومن ثم أشرقت الشمس وظهرت الشمس مرة أخرى ومؤشرات الطقس لم يكن فيها مطرا أصلا، وهذا دليل إن هذا مطر الاستغفار ولله الحمد والمنة. طيب نكمل إن شاء الله. أنا وأنا بقول له بارك الله فيك أخي الغالي، الحمد لله أن تخرج معلم جديد من مدرسة الاستغفار وعنده اليقين أن يبلغ عن رسول الله آية، إنها آية الاستغفار. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلغوا عني ولو آية. الحمد لله والشكر لله. طيب إحنا هون نكمل إسا. نعم يا عمي وسأبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وربنا يزيدنا يقين ويزيدنا عمل وأن يجعل كل رسالة لنا تزيد من يقيننا أكثر. وأتذكر كلمتك دائما، وأتذكر كلمتك دائما يعني كلمتي أنا، ما أجمل أن تراقب الله عز وجل. نعم راقب يا أخي المولى عز وجل، عندما تشرع بشيء راقبه، إن كان في عملك استغفار مثلا مطر فراقب المطر، إن كان فيه رزق فراقب الرزق، وإن كان فيه طرد لشياطين راقب، إن كانت سورة البقرة راقب كل شيء، والله ستنعم نعيم. نعم نتم. طيب أنا لسه هنا طلبت منه شيء، نسمع كل شيء تشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أحمد. أخي أحمد أطلب منك طلب، وهذا الطلب جدا مهم للناس، الناس لازم تصدق. إذا ممكن أنك تحط إيدك على المصحف وتحلف يمين، وإذا ممكن أنك تصور هذا اليمين أنك إنه هذا الأمر كلياته حدث معك، هذا سيجعل منك بطل جديد على الاستغفار. قصتك القصة الجديدة سبحان الله التي تتجدد. فإذا أمكن أنك أنت تصور حالك أمال يعني صورتك إيدك على اليمين وتتكلم، أقسم بالله العلي العظيم أنه كل اللي كتبته هذا حق. نكمل بالرسالة الأخرى. وإذا صعب عليك أنك تصور إيدك على المصحف فاقسم يمين تسجيل صوتي، أنا بشغله لا بتريحه، بس أفضل التسجيل صورة. فوالله هذا سي يعني سينشل ناس كثيرة يعني تصدق وتشرع في الاستغفار أكثر وأكثر. الله يوفقك يا عمو. سوانه يجاوب يا عمو طالما هذا يفيد ديننا ويكون عونا للناس على الاستغفار فلنفعله حالا وأرسله لك. ويقول إني سأفعله حالا وأرسله لك. هنا بقول له أنا بارك الله فيك، هنا يرسل صورة إنه يقسم يمين ويتكلم بصوته. يلا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بخصوص موضوع الاستغفار اللي حكيته لعمي أبو أحمد، فأنا يعني أقسم بالله على كتاب الله إن فعلا كل اللي أنا كتبته بالحرف يعني أنا صادق فيه مليون المية، وأنا مستشعر بكامل اليقين أو عشت بكامل اليقين هذا الأمر، وفعلا أنا بنقله عن تجربة وعن معايشة لهذه الآية، يعني عن معايشة لهذه الآية. فيعني هذا شيء لعل الله أن ينفعنا به، لعل الله أن ينفعنا به. طيب نستمر إن شاء الله. وحاطت إيده على المصحف وأقسم يمين إن شاء الله. هنا طبعا أنا قلت له بارك الله فيك بالأول، وهو أنا وفيك بارك يا عمو أبو أحمد الغالي. نشغل هو أنا طلبت منه تسجيل فيديو أو تسجل تسجيل صوتي القسم، وأنا بكرر ده تاني في تسجيل صوتي برضو إن فعليا أنا عشت هذه اللحظات وعشت مطر الاستغفار وتذوق هذا المعنى، يعني معنى يرسل السماء عليكم مدرارا فعليا. وزي ما حضرتك بتقول ان لو الانسان فعلا يراقب الله عز وجل في المردود
للي هو بيعمله، يعني إذا كان هو بيذكر ربنا أو هو بيتقرب لله بأي شيء، أو بسورة البقرة أو بأي شيء. على فكرة حتى المقايضة ليها أثار عجيبة، يعني أنا برضو جربتها وليها أثار عجيبة. فسبحان الله إن البني آدم يكون بيتابع أصغر حاجة لحد أكبر حاجة ويشوف تدبير ربنا له عامل إزاي يعني. فالحمد لله، وربنا يعيننا ويقوينا ويمدنا بالخير دايما يا رب. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، وفقك الله. أنا بكتب له وعلى قدرك ومقامك وجعلك داعيا إلى الله، هنا وبكتب ما شاء الله وفقك الله وعلى قدرك ومقامك وجعلك داعيا إلى الله. طبعا هو برد علي هنا كمان رسالة هنا. ونقطة تانية عمي أبو أحمد حابب أوضحها برضو، حضرتك كنت اتكلمت عنها قبل كده، إن فعلا الناس بتعطل نفسها بتفكير اللي هو أستغفر ربنا قد إيه، أستغفر ربنا بأي صيغة، أستغفر ربنا وأنا مستشعر، أستغفر ربنا وأنا مش مستشعر. الناس فعليا يعني الشيطان بيعطلها بكل الطرق والناس بتستجيب، يعني طبعا إلا من رحم ربي، أنا مش قصدي حد، بس أنا يعني إحنا كلنا مفرطون، ولكن أنا يعني بتكلم بس في النقطة دي، إن الناس هي رسالة للناس إن فعليا ابدأوا، اللي هو ابدأوا على الله التمام، أنت هتبدأ وربنا هيعينك، فابدأ انوي لله إنك تستغفر ربنا ليل ونهار، وهتلاقي الدنيا فتحت معاك 1000 و2 و30 و50 و100 ومليون، وربنا هييسرها. ولكن ما نقفش على فكرة طب أي صيغة، طب أي عدد، طب لا، إحنا ننطلق وربنا هو المعين. ما شاء الله ما شاء الله، خلصت الرسائل، خلصنا رسائل، بطل في رسائل، الله أكبر. هاي مسبحة عمكو أبو أحمد تبارك الرحمن، ما شاء الله. لحظة شوي هيك نطل عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله إنها فرحتي وكأني أنا الذي استغنيت. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله رب العالمين. بال 2015 أذن الله لي أن ابتلاني وشمرت بالاستغفار، أخذت قصة الاستغفار، 30,000 استغفار من الشيخ عبد الرحمن اللحياني، كانت لشاب سعودي الذي لزم الاستغفار، فقال له يا شيخ قل للناس تستغفر الله، فإني أستغفر الله 30,000 مرة، فوالله ما سألت الله بشيء إلا وعطاني. والله إنها حقيقة، والله ما سألنا الله إلا وعطانا. لزمت الاستغفار في 2015، في شهر 6 أمطر الله السماء وجاء بالمال وقضى عني دين فوق $80,000. الشاهد أنه بال 2015 عندما بدأ عطاء الله، كان العطاء الأولاني يساوي $4,000، وبال 2022 بعد ما أمطر الله السماء، 2022 هذيك 2015، 2022 بعد أن أمطر الله السماء في شهر 6 بال 2022 جاء بنفس المبلغ $4,000. هذا هو الشاهد، ولكن الحمد لله رب العالمين، نتقلب في نعيم المغفرة، نطلب المغفرة الذي يحول بيننا وبين رزقنا، الذي يحول بيننا وبين عزة الإسلام والمسلمين، ذنوبنا، فلنستغفر ونكثر، ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقل تستغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، حبيت أطلع على الكاميرا أتأكد إنها بتصور بتسجل، فأعتذر على إنه تسجيل من موبايل لموبايل، ولكن عذروني يعني ما فيش معدات، المهم الرسالة تصل، المهم تشمروا، المهم تعرفوا هذا رجل آخر يدعو إلى الله، عاش آية الاستغفار، بلغوا عني ولو آية، سيذهب ويبلغ الدنيا عن هذه الآية، وأن تكونوا كذلك. نعم ننهض في هذه الأمة، نعم لا يعرفوا كيف يتدبروا قول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال لهم بلغوا عني ولو آية، فظنوا أنهم سينقلوا الآية كما كتبت، وهذا هو. لكنك عليك أن تواصل الليل بالنهار في الاستغفار. نعم، فقلت استغفر ربكم، لواصل الليل بالنهار باستغفار. من لا يستطيع أن يصل 30,000 فليواصل الليل بالنهار. كانت هناك قصة أخرى، والله أغناهم، لكن الجميل بهذا أن تعرف أن الله قريب، وأن الله يحرك لك السحاب، وإذا سألك عبادي عني فأني قريب. مش
يوم القيامة بتلقيه هذا كلياته يدخر. نعم نعتذر هيك علمونا مشايخنا، كلياته بالآخرة إن الله قريب، ذنوبنا تحول بيننا وبين أرزاقنا وحياتنا الطيبة وعزة تبعت المسلمين. ولئن شكرتم، الشكر هو لله، أن تشكر الله وأن تنسب هذا الفضل كله لله. عندما تقول أنا وأنا فهذا يجعله الله هذا العمل هباء منثورا. نعم ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني عندما تقول هذا كله من فضل ربي، هذا من فضل الله، الرزق من عند الله، ليس لنا من الأمر شيء، كل شيء من عند الله، نحن لا شيء، فوالله سوف ينين الله وسوف تسود وتعلو هذه الأمة ويعلو شأنها. فنقول للإخوة بلغوا عني ولو آية، عيشوا الآية، صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وصدقوا المولى عز وجل في سورة نوح، فسروها كما يريدون، ولكن سبحان الله أذن الله أن نعيش هذه الآيات. فأمطرنا الله في الصيف مرتين، احنا اليوم في فصل الخريف وفي فصل الباخر، فصل الخريف اول شتاء، ولكن بالصيف في شهر 6 من 2015 امطرت، وفي شهر 6 من 2022 امطرت، والحمد لله رب العالمين. والتدريج تبع العطاء كان نفس التدريج سبحان الله. فقلت استغفر ربكم، ياتي المطر اولا كما حصل مع الاخ، ثم ياتي المال تدريجيا، وسوف يفتح الله الدنيا علي، وان شاء الله ان يبقى شاكرا لله، عابدا لله، داعيا لله. هذه هي الرسالة التي نريد أن نوصلها للناس، أن استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا إخوتي توبوا إلى الله، نستغفر الله. هذا الأخ من مصر جزاه الله خيرا، والذي نفسي بيده. أنا رسالة هذا الأخ كما جاءت، كما جاءت، كما كان يكلمني. هنا شو اليوم التاريخ؟ تاريخ اليوم لحظة، التاريخ تبقى. طبعا هو بدأ هنا بالبداية 28 تشرين، خلي الكاميرا تركز 28 تشرين الثاني، بدي أتركز الكاميرا. طيب ما علينا، مش عمال تركز الكاميرا مش عارف ليش. طيب ننهي إن شاء الله وأنا بكفي. نعم هكذا هي سبحان الله الاستغفار. فقلت استغفر ربكم، نعيش الآية، نبلغ الآية، والله إن الله قريب يحب أن يرحم عباده، لكن عباده متفلتون، يعبدون الله كما يحبون وليس لا يعبدون الله كما يحب. نحن نعبد الله كما نحب وكما نريد وليس كما يريد، لذلك الله يحرمنا من كل أرزاقنا ويعاقبنا في هذه الأرزاق لعلنا نعود. نعم والحمد لله قد عدنا عودا أحمد إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم أن تتوبوا إلى الله توبة نصوحة، وأن تشرعوا بالاستغفار والاستغفار وقراءة سورة البقرة والمقايضة. نعم قال لكم المقايضة، أن تسألوا الله بعمل صالح. نعم ننهي هنا إن شاء الله. سأنقل أعتذر لأني أنقل من موبايل لموبايل، فهذا الموبايل بتاعي، يعني هذا الموبايل أسجل عليه، وسأعيد التسجيل مرة أخرى عشان أعرف أطلع فيديو حلقة عن الاستغفار. الحمد لله رب العالمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، نبلغ آية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إخوتي، نعم إخوتي، بس دقيقة هيك حبيت إني أطل عليكم من مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشكلة إنه ما فيش معدات، ونقلت من موبايل لموبايل، والتصوير والتسجيل والصوت، فأنا أعتذر، لكن مهم الرسالة، مهم أن الله يستجيب، أن الله قريب جدا. لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة، قسما بذات الله لقد رأيت هذا الحديث يتحقق، والله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه، في الاستغفار المعجزات كلها بالاستغفار. رأيت المطر ورأيت المال
ورأيت الفرج ورأيت الحياة الطيبة ورأيت حديث رسول الحديث القدسي الذي يقول فيه المولى عز وجل: لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة. ما أن يشرع الإخوة بالاستغفار استغفار استغفار، وإذا السماء تمطر وإذا الأمور تتحلحل. وهذا ما هذا هو هذا هو هذه بلغ عني ولو آية، هذه بلغ عني ولو آية. لو عرفتم ما في الاستغفار وسورة البقرة معا لسدتم العالم. خذوهم بقوة، اصبروا وصابروا، والله سيفرج اللهمكم وكربكم ويعلي قدركم ومقامكم ويعطيكم كل الذي تتمنون. لكن صبر جميل. أعتذر كمان مرة، أعتذر كمان مرة أساس أن التسجيل من موبايل لموبايل والصور هيك مش جميلة، فوالله كل الذي نقلته عن الأخ هو مصري من متابعي، وتبين لكم كل هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين وثقنا هذا الكلام منه، ولكن الحمد لله رب العالمين. لي قصة وعند الشيخ عبد الرحمن اللحياني قصة ذاك الرجل السعودي الذي كان بال2015 وأنا أخذت عنه، فذاك الرجل قد أغناه الله وجعله مليونير، ولكني أنا الحمد لله أتقلب بنعيم وقرب من الله، أمطرني الله والخير الحمد لله فضل من الله، وهذا الرجل إن هيأته وكثير من التعليق. فممكن تطلبوا صداقة عندي في الفيسبوك وتدخلوا لتروا الحقائق. وبرجاء الأخوات يعني صورة البروفايل فلتليق بهذه الصفحة. ننهي هنا إن شاء الله. أسأل الله العلي العظيم أن يفتح عليكم وأن يجعلكم من عباده وأوليائه. لا تدخلوا بالمتاهات، بدعة مش بدعة، ثبت لم يثبت. لا تلتفتوا لهؤلاء، لا تلتفتوا. ألا يزال لسانك رطب بذكر الله؟ أنت مكثر والمستغفرين بالأسحار. نعم نكثر ظلك استغفر. إحنا القصد مش 30 ألف صفر صفر، يتكلم عن الأوراد التي فيها مثلا 77 و20 هاي أوراد لم ينزل الله بها سلطان. إحنا نقول 30 وأكثر في هذا اليوم إن شاء الله. فسبحان الله. لا تلتفت لهذه ولا تلتفت للناس التي تنظر. في ناس تتكلم عن الاستغفار ليس من حياة عاشتها، نحن عشنا هذه الحياة، قطفنا ثمارها. عشان نوثق للإخوة الجدد، والذي نفسي بيده أقسم بذات الله إنها قطفنا ثمار الاستغفار كما جاءت في سورة نوح. وهذا الأخ قد شرع بالمصري أحمد، والله أنا لا أعرفه لكنه يعني متابع عندي، يعني مش يعني أنا شخص بعرفه. سبحان الله، من كل الله وثقنا كثير من الأشياء. فأسأل الله أن يفتح عليكم. لا نريد أن نطيل، ولكن تطول التوحيد يأخذ وقت يا أخوتي. معرفة الله تستاهل هذا الوقت. هذه ليست تمرر معلومة وتمر مر الكرام، هنا معرفة الله، هنا معرفة. إن عرفت الله عرفت كل شيء. إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك. نعم، إن عرفت الله وعرفت كيف يستجيب وما الذي يمنعك من الاستجابة فأنت بألف ألف خير. نعم، نراقب الله في العطاء وفي المنع. إن أحسننا أحسن الله إلينا، وإن أسأنا عاقبنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم، وأن يعلو ترتفع هذه الأمة إن شاء الله. ومبارك علينا كمان. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.